طلع جود رفيقه لمدير المطعم اللي بيشتغل فيه. مدير المطعم اسمه أنور شي؟ ايه بتعرفيه؟ لا ما بعرفه شخصيا، بس جود حكي لي عنه. هو مدير المطعم، يمكن نفس المطعم اللي لجود او لأمه. اها المهم اجا جود اليوم. لا انا بعرف انه هذا جود ولا هو بيعرف انه انا ديما. اجا سألني على انور وقلت له انه انور في المطبخ، قام قعد ونطره. ايه شديتي جود من شعره؟ ايش بدك يعني اساوي؟ لسه نازل فيه ضرب ضرب ضرب، اخر شيء انور لحتى ضربه؟ ايه ايش وايه؟ شديته من شعره وبعدته عنه. وطبعا ها بعد عنه. بس فتلك علي فتله يا لطيف ابو عيونه عم تقدح شرار وقرب لعندي. انا لما شفته قرب لعندي قلت خلص يا ديما اقري الفاتحه على روحك. بس احذري ايش الكلمة السحرية اللي خلت جود يتمسبر بمكانه وما يتحرك وما يقرب لعندي؟ ايش هي؟ قال له وقف، هي اختها لرزان.